حفل التاريخ الإسلامي بذكر سير كثير من الأبطال الذين كانت لهم مواقف خالدة في خدمة أمتهم ودينهم، ولا عجب أن نستأثر بدولة المرابطين. فارس مغوار وقائد أمير، هو قاهر الفتن ببلاد المغرب ومعز الإسلام بأرض الأندلس. أظهر للدين المعالم ورفع المظالم، إنه أمير المسلمين يوسف ابن تشفين أسد المرابطين. هو السلطان أبو يعقوب يوسف ابن تشفين، كان كثير العفو، مقرباً للعلماء، وحليماً كريماً، متديناً خيراً، يحب أهل العلم والدين، ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشاراتهم. نشأ يوسف ابن تشفين في بيئة صحراوية إسلامية محافظة وصارمة. كيف أثرت هذه النشأة في شخصية القائد يوسف؟ القائد يوسف ابن تشافين هو قائد مسلم نشأ في بلاد ما تعرف بجنوب الصحراء. هذه البلاد حواضر إسلامية قديمة، الجزء الشمالي من هذه البلاد في صحراء قاحلة اللي هي الصحراء الكبرى، وفيها نشأ فارسنا اليوم يوسف ابن تشافين. يوسف ابن تشافين هو بربري من المغرب من قبيلة سنهاجة، وهذه أكبر قبائل البربر. عاش يوسف ابن تشافين في منطقة الصحراء الجنوبية عند نهر السنغال. هذه المنطقة منطقة بدوية، منطقة صحراوية، لذلك تربى على الخشونة، تربى على الشجاعة، تربى على الجهاد، تربى على القوة. ويوسف طبيعة قبيلته في هذه البيئة الصعبة جدا التي تربي الرجال على العزيمة في الواقع وعلى الصبر والجلد ومواجهة الصعاب، فإنسان نشأ في بيئة قوية قاسية دعم بنشأة تربوية دينية ممتازة. بدأت معالم الدولة المرابطية في الظهور، وعرف العالم الإسلامي عند قيام هذه الدولة تشرذماً سياسياً إلى دول متفرقة. كيف استعد يوسف ابن تشافين في إخماد الفتن الداخلية وتوحيد الجبهة الداخلية حتى يتفرغ إلى الفتوحات؟ في هذا الوقت بالذات القرن الخامس الهجري هو وقت العصر العباسي الثاني، وفي العصر العباسي الثاني ترهلت الدولة الإسلامية ترهل شديد جدا. الضعف في السلطة المركزية في بغداد أدى إلى تمزق هذه المنطقة الواسعة الشاسعة من شمال إفريقيا، وهذا التمزق ترتب عليه أمية دينية رهيبة. الرجل عبد الله ابن ياسين مؤسس المرابطين لم يكن هدفه سياسي أصلا، إنما إصلاحي، إنما هدفه عودة بالدعوة الإسلامية كما جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله وسلم مبارك عليه. فبدأ يعلم الناس، هي كانت عملية تعليمية، وتابعه في ذلك يوسف لأنه كان من أهل هذه المنطقة وهذه الديار. يوسف حولها من حركة دعوية إلى دولة لها أسس، وجعل لها مؤسسات، وجعل لها جيش، وجعل لها عاصمة، اتخذ مراكش في المغرب عاصمة لها، بنى مراكش هو. وبدأ يحولها من حركة دعوية إلى دولة قائمة بالفعل، واستطاع أن يوحد شمال إفريقيا بداية من حدود ليبيا الغربية حتى وصل إلى حدود خد أفريقيا شمالا كلها، تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وحتى وصل للسنغال وحدود غينيا. هيتولى يوسف ابن تشافين حكم دولة المرابطين حين تنازل له ابن عمه أبو بكر ابن عمر عن السلطة، حين رأى فيه مؤهلات القيادة، رأى فيه رجلا سياسيا حازما، رجلا عسكريا ماهرا، إضافة إلى التقوى والورع والزهد. قبل أن ينطلق يوسف ابن تشافين في هذه المواقع والفتوحات، قام بإخماد الفتن في بلاد المغرب وتوحيد الجبهة الداخلية قبل الاستدعاء من ملوك الطوائف الأندلس في ذلك الوقت بعد سقوط الخلافة الأموية التي كانت تمثل وحدة سياسية للأندلس. تمزقت الأندلس إلى أكثر من 20 دويلة فيما يعرف بملوك الطوائف. ملوك الطوائف حدث بينهم صراع ونزاع وحروب، وهنا جاءت الاستغاثة بيوسف ابن تشافين ليعود مرة أخرى بدولة الإسلامية إلى الأندلس بعد أن كان هناك ملوك الطوائف يدفعون الجزية لألفونسو السادس. العودة وانتهز هذه الفرصة أحسن انتهاز في الواقع، لأن 22 إمارة كانت تحارب تحت متفرقة. كانت تحارب تحت لواء واحد، أصبحت كل واحدة بل بالعكس متناحرة. نعم. ربما اشتبك بعضها مع بعض، فبدأ يأخذها واحدة تلو الأخرى،
فسقطت طليطلة، سقطت عاصمة الأندلس، سقطت في هذه الأجواء البائسة. هنا لم يجد المعتمد ابن عباد بدا من الاستعانة بأمير المرابطين الذي زاعت شهرته في ذلك الوقت ووحد المغرب كله تحت سيطرته، يوسف ابن تاشفين. بدأت جيوش المرابطين تعبر من سبتة إلى الأندلس، وما كادت السفن تتوسط ماء مضيق جبل طارق حتى تعالت الأمواج. ركب البحر الأبيض المتوسط بالسفن وذهب إلى الأندلس وهو في سن 77. فركب البحر ويروى في هذا أن هاجت بهم الأمواج، والرجل دعا دعوة قال: اللهم إن كان ركوبي هذا في خير الإسلام والمسلمين فأجزه، وإلا فصدني عنها وأرجعني عن هذا السبيل. فهدأت الأمواج، فهدأ وعبر، يعني حتى لقب بعدها بالأمير مجاب الدعوة. وحين عبر إلى الأندلس بدأ يتخذ خطوات عملية ووضع خطة استراتيجية لملاقات ألفونسو الثالث. الخطوة الأولى أنه بدأ يعبئ الجزيرة الخضراء بالعتاد والرجال والمؤن، ووضع الحصون ووضع الأسوار عليها، وحصن هذه الجزيرة الخضراء. بعد ذلك اتجه إلى إشبيلية، استقبله المعتمد ابن عباد استقبال يعني فيه ترحاب كبير. بعد ذلك خرج يوسف ابن تاشفين متجها إلى سرقسطة، لأن كانت أقرب المناطق إلى الشمال أو إلى قشتالة التي فيها ألفونسو السادس. اصطدم الفريقان في قتال شرس، ودوي طبول المرابطين يصم الأذان، وكثر القتل في الجانبين، حتى وجه ابن تاشفين ضربته الأخيرة. جاءت معركة الزلاقة لتضع حداً أمام ملوك أوروبا في عدم إسقاط الأندلس، بل إنقاذ الأندلس أيضاً من السقوط في أيديهم، وعودة مرة أخرى الدولة الإسلامية الأندلسية، وأيضاً الحفاظ على ملوك الطوائف، وأيضاً منع دفع الجزية إلى ملوك أوروبا. بدأت المعركة بضغط قوي جداً من جيش ألفونسو السادس على الجيش الإسلامي، وكان من مهارة يوسف ابن تاشفين أنه وضع خطة قبل المعركة. لأول مرة يبدأ يقسم الجيش بتاعه إلى صفوف متوازية متناسقة مترصة، يعتمد على الرماح الطويلة، اعتمد على الإبل التي أتى بها من بلاد المغرب حتى تحدث ضجيجاً، اعتمد على طبول كان يضربها بأصوات عالية حتى يثير الرعب والرهبة في قلوب الأعداء. ورغم بداية المعركة بهذه الهزيمة، لكن ما لبس يوسف ابن تاشفين أن دخل إلى أرض المعركة والتحم بالجيش الأندلسي، وتحول النصر إلى تحولت الهزيمة إلى نصر، حينما نجح بعض الحرس الخاص ليوسف ابن تاشفين في النفاذ إلى قلب جيش ألفونسو السادس، وطعن ألفونسو السادس في ركبته طعنة نافذة، على إثرها هرب من أرض المعركة وتبعه الجيش بعد أن قتل منه عدد كبير جدا من القتلى وأسر عدد آخر. وقعت معركة دارية، والرجل ابن تاشفين لأنه حازق يعني مجرب، فأعد خطة يعني استدرج فيها العدو لمعركة شديدة الوطيس، وهو انتقى 4000 مما يعرف الآن بالقوات الخاصة، صفوة القوات عنده، وانتقاهم وعمد بهم كمين، ودارت المعركة بين جيشه وجيش العدو حتى يعني سالت دماء كثيرة جدا في هذه المعركة. وعندما بدأت يعني تضعف القوة هاجم بقوته الخاصة، دي القوات الخاصة جمع 4000 من أفضل وخيرة على ألفونسو السادس، وحتى يحسم المعركة لصالح وحسمها في الواقع، بل إن ألفونس نفسه أصيب إصابة بالغة وفر بنحو 300 مقاتل وقيل أبيدوا بعد ذلك. هذه المعركة لا شك أن كان لها أهمية كبرى. هذه المعركة حافظت على وحدة الأندلس، أخرت هذه المعركة سقوط الأندلس لأكثر من 400 سنة. أو 4 قرون، فإحنا بنتكلم عن 479، هتسقط الأندلس بعد ذلك في عام 897. كانت لمعارك يوسف ابن تاشفين تأثير كبير في وقف زحف ملوك أسبانيا تجاه أراضي ملوك الطوائف، وأخرت في سقوط الدولة الإسلامية بأرض الأندلس لقرون من الزمان.